أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نسلط خلالها الضوء على التحركات والمواقف الدولية وتراجع سقف الحلول العادلة للأزمة اليمنية. تتسارع وتيرة الأحداث والتحركات الدولية ويرتفع منسوب العنف على الأرض ويتراجع سقف الحلول العادلة يوما بعد آخر. شهران على بدء مفاوضات الكويت لم يتم خلالها إحراز أي تقدم، وبدأ تسرب المتفاوضين من الكويت باتجاه الرياض بحثا عن تسوية تتم تحت الطاولة وبعيدا عن وسائل الإعلام وأعين المراقبين. تحولت المشكلة اليمنية مع مرور الوقت إلى ورقة تجاذب تتجاذبها أطراف القوى الدولية والإقليمية وساحة لصراعات غير معلنة، لكن نتائجها تنعكس على حاضر اليمن ومستقبله. أسباب تعثر المفاوضات اليمنية في الكويت ودور اللاعبين الدوليين في عدم التوصل لحلول للأزمة اليمنية، ولماذا لا تقوم الأمم المتحدة بدورها في إلزام الأطراف اليمنية بتطبيق القرارات الأممية بدلا عن لعب دور الوسيط المحايد؟ هذه الأسئلة وأكثر سنناقشها مع ضيوف حلقة الليلة من زوايا الحدث، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. شد وجذب على طاولة المباحثات وفي الغرف المغلقة لم يستطع المبعوث الأممي تبديد حالة الغموض بشأن مصيرها. بموازاة ذلك تجري تحركات بين أطراف إقليمية ودولية لبحث بدائل خاصة في ظل تمسك الوفدين المتفاوضين بشروطهما ورفض تقديم أي تنازلات. وحده المبعوث الأممي ومن معه يبحثون في فك عقدة المشاورات ويأخذونها نحو مسار جديد قد لا يتطابق مع المسار المعلن ومع الأجندة المعلنة لها، حتى بدأ أن المأساة اليمنية تصغر أمام مساعي المجتمع الدولي لتذهب محاولاته إلى شرعنة الانقلاب وليس إنهاءه، وهو ما يحمل طرفا على بلوغ غرور سياسي مثل هذا. نحن قلنا بصريح العبارة لمجلس الأمن، للدول الدائمية العضوية، لإسماعيل ولد الشيخ، للطرف السعودي قبل أن نأتي إلى الكويت، إذا كنتم ترون بأن هذه النقاط الخمس أو تنفيذ قرار مجلس الأمن يعني أن نسلم وننسحب ونذهب ننتظر السلطة الذي تقولون للتوافق، هذا أمر غير وارد لدينا على الإطلاق مهما كانت التحديات. الحكومة الشرعية هي الأخرى تقاوم الضغوط الدولية وتصر على المضي في سبيل تطبيق القرارات الأممية، وتتحدث أيضا عن ضمانات، لكن شيئا من هذه الضمانات لم يوقف سيل الدماء على الأرض. يدرك العارفون بحلف ميليشيا الحوثي والمخلوع كيف أنهم يعملون على إرهاق الأطراف الأخرى ومواصلة الترتيبات من أجل التمكن على الأرض، وفي سبيل ذلك راج الاستخفاف بضوابط المشاورات والمرجعيات. لكن في أسباب السياسة الموضوعية ما يمكن أن يفسر برأي كثر، ليس فقط هذا التجرؤ بل نسف الحقائق وتصعيد العمليات على الأرض وصولا إلى مواقف بعيدة عن الواقع. ومن هذه الحقائق أنه لولا التراخي الدولي واختلال البيت الخليجي وبالتحديد دول التحالف ما كان لوفد الميليشيا أن يماطل في المشاورات ويرفض المضي فيها للشهر الثاني، فضلا عن نواياه المبيتة في سد أي تقدم في الكويت بغرض نقل المشاورات إلى السعودية التي سبق وأن طالب الرئيس المخلوع بالحوار معها وليس مع الحكومة الشرعية. في الرياض سيسمع همس لقاءات المسؤولين السعوديين مع مندوب الميليشيا تبحث ما قيل إنها إنقاذ للتفاهمات القائمة بشأن الحدود اليمنية السعودية، وبحسب ناطق الميليشيا فإن هدف الزيارة ترتيب عمل لجان التهدئة. الملاحظ وسط هذه التحركات ظهور حالة الخلاف بين الرياض والأمم المتحدة التي أدرجت التحالف في تقريرها السنوي على القائمة السوداء من حيث الانتهاكات، واستنكر المتحدث باسم التحالف التقرير واصفا إياه بالمتناقض وأنه يشتمل على معلومات أوردتها مصادر مقربة من الميليشيا. الحكومة والرئاسة اليمنية هي الأخرى قالت إن تقرير الأمم المتحدة يعزز من تعنت الإنقلابيين ورسالة للميليشيات قد تفضي إلى إفشال المشاورات. الشاهد يقول بيان الحكومة إن الموقف الدولي الأخير مما حدث في تعز لم يكن عند مستوى المهمة الأخلاقية للمجتمع الدولي ويضع مصداقية المنظمة الأممية على المحك. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ الحلقة مع مسؤول الرصد والتواصل في الوفد الحكومي للمشاورات الأستاذ محمد العمراني. مرحبا بك أستاذ محمد.
أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ محمد. نبدأ من لقاء الكويت المستمر منذ شهرين ولا جديد، هل هنالك جديد الآن خصوصا مع استمرار اللقاءات المنفصلة للمبعوث الأممي مع الوفدين كلا على حدة؟ لا يمكن أن نتحدث عن جديد، هي رؤى قدمت بأكثر من طريقة وبأكثر وتشرح بأكثر من وسيلة إيضاح حول الموقف العام من المسارات الثلاثة التي حددت بالمسار السياسي والمسار الأمني والعسكري وأيضا المسار المعتقلين بحسب ما نصت عليه القرارات الأممية. الجلسات فيها حاليا جلسات غير مباشرة، كل ما يقدم من طروحات تقدم لولد الشيخ مباشرة، ومن المتوقع أن يكون ولد الشيخ مع فريقه ربما يطور منظومة اتفاق، يعني هو متوقع وليس حقيقي، يعني هناك مقترحات تقدم من كثير من الأطراف في هذه العملية بشكل عام، لكن حتى الآن ليس هناك أي اتفاقات واضحة أو معلنة، أو كل الحديث لا زال يدور في إطار التشاور. ألا يعني هذا تراجع في سقف التفاوض ومدى تأثير ذلك على الحلول المقترحة للأزمة؟ لا، ليس هناك سقف للتفاوض أساسا، سواء سقف زمني أو سقف السقوف حددت بالمرجعيات الثلاثة التي تضمنتها المرجعيات الثلاثة المحسومة والتي قدمت فيها الأمم المتحدة ضمانات مكتوبة وخطية، وأي اتفاق سيكون تحت هذه السقوف بالتأكيد. نعم، ماذا عن رمضان؟ هل ستستمر المشاورات في رمضان أم ستتوقف إلى ما بعد؟ لا، المشاورات مستمرة، وهناك جدول مقترح من والد الشيخ في مسألة اللقاءات، ستظل المشاورات مستمرة خلال رمضان، ليس هناك أي توقف في هذا الموضوع. وماذا عن ذهاب جزء من الوفد الحوثي إلى السعودية؟ هل كما يقول مراقبون ستنتقل المفاوضات بين الجانب الحوثي والجانب السعودي مباشرة؟ وما تأثير ذلك على سير المحادثات والمفاوضات في الكويت؟ بالنسبة لزيارة الناطق باسم الميليشيا إلى السعودية، فأعتقد أنه يتم في إطار الاتفاقات الخاصة التي وقعت في الظهران ومدى مراقبتها ومدى، يعني هو في هذا الإطار، في إطار الهجوم الذي يتم على الحدود السعودية، أعتقد أنه ليس له أي تأثير حقيقي ومباشر على المشاورة. نعم، وهنالك أنباء تتحدث أيضا عن تسرب جزء من الوفد الحكومي إلى السعودية، هل هنالك أي معلومات عن سبب هذه الزيارة؟ لا، ليس هناك أي تسرب، هذه مجرد تسريبات. ما حصل حقيقة هو أنه في نهاية كل أسبوع تقريبا يذهب مجموعة من الوفد الحكومي في إجازات اعتيادية نتيجة لطول الفترة، وهذا يحصل سواء بالنسبة للوفد الحكومي أو بالنسبة للوفد الآخر. ما حصل أنه ذهب مجموعة إلى الرياض من أجل إجازة طبيعية رسمية، ولكن تصادف وجودهم هناك مع اجتماع لرئيس الجمهورية مع المستشارين، وهم أيضا في فريق المستشارين، فحضروا الاجتماع بهذه الصفة، وليس لأنهم استدعوا هناك أو لأن هناك انسحاب أو لأن هناك موقف من هذا الموضوع، وسيعودون غدا، الحجوزات حقهم مؤكدة إلى الغد، يعني هذه كلها تسريبات أو فهمت خطأ الموقف الحقيقي. نعم، لأن الوفد الحكومي هنا متواجد في الكويت ويدير المشاورات، وآخر لقاء هو حاضر الآن مع والد الشيخ، اللقاء موجود الآن في هذه الأثناء التي أحدثك فيها. نعم، إذن الأمم المتحدة تدرج التحالف ضمن القائمة السوداء، إلى أي مدى سيؤثر هذا الإدراج على سير المفاوضات في الكويت؟ هل يأتي هذا ضمن الضغوطات؟ المشاورات أصلا هي تقريبا في حالة تعثر منذ أكثر من شهر بسبب تعنت الميليشيات، ونحن نعتقد أنه هذا الموقف الأخير للأمم المتحدة يأتي في سياق تشجيع الميليشيات على التعنت في موقفها، خاصة وأنها تعتقد أن العالم يمكن أن يتفاهم معها ويتنازل على القرار الأممي الذي صنفها كميليشيات انقلابية وألزمها بتسليم الأسلحة وتسليم والانسحاب من المدن وإعادة الأمور إلى نصابها قبل الانقلاب. هذا الموقف من الأمم المتحدة سيفهم من قبل الميليشيات بأنه دعم معنوي وسياسي
لهذا الوفد وقد يعقد هذه المشاورات حقيقة. نعم. قد يعمل على تعقيد هذه المشاورات لأنه التعنت أساسا موجود، وهذا الموقف سيشجع هذه الفئة على البغي والبطش والعدوان أكثر. نعم، إذن أستاذ محمد العمراني شكرا جزيلا لك، رئيس لجنة التواصل في الوفد الحكومي للمشاورات، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى الكاتب والمحلل السعودي سليمان العقيلي. مرحبا بك دكتور سليمان. أهلا، مساء الخير لك ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام، وكل عام وأنتم بخير، وأهنئكم بدخول شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وأهنئ الأمة العربية والإسلام من خلالكم. علينا وعليك. ما دكتور سليمان، ما الغرض من إدراج الأمم المتحدة للتحالف العربي بقيادة السعودية في القائمة السوداء؟ هل نستطيع القول أنه من ضمن الضغوطات التي الدولية التي تمارس على الحكومة والتحالف لتقديم مزيد من التنازلات كما يرى البعض؟ نعم، يعني حسب المعلومات التي تسربت أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أضاف اسم التحالف العربي في اللحظة الأخيرة من جراء نفسه وبدون أي إجراءات ذات طابع فني أو معلوماتي أو بيروقراطي حسب ما تنص عليه إجراءات الأمم المتحدة، أضاف هذا اسم التحالف للقائمة السوداء في اللحظة الأخيرة صباح يوم الجمعة، وبدافع سياسي وباعث سياسي، ونحن نعرف أن تاريخ الأمم المتحدة مرتبط بسياسة الدولة المضيفة الولايات المتحدة، والأمين العام خاضع للسياسة الخارجية الأمريكية، وأنا أعتقد أن هذا التطور. أستاذ سليمان، ما الذي لدى السعودية أن تمكن أن تقدمه لتصحيح هذا المسار؟ لا، السعودية لابد أن تواجه هذه الحركات المكشوفة والمفبركة، ولا بد أن تفضحها وتفضح القائمين خلفها حتى ولو كانوا حلفاء دوليين، لأنه لا بد إذا السعودية وأشقائها دخلوا في غمار صراع إقليمي ودولي كبير مثل ما هو حاصل الآن، فلا بد أن يكون لهم الجرأة على المواجهة، هذا من ناحية، ولا بد أن يكون لديهم خطة لفضح هذه المخططات. طبعا واضح انه هذه الخطوه هي للضغط على الوفد الحكومي وعلى التحالف العربي، واساسا هذه من اجل تقديم التنازلات. استاذ سليمان، هل تعتقدون ان لايران دور في هذه المعلومات المغلوطه والتحول في اداء الامم المتحده؟ هنالك من يرى ان الامم المتحده تراجع دورها من المشرف على تنفيذ قراراتها وقرارات مجلس الامن الى دور محايد. نعم، في الواقع أنا لا أبرئ لا الأمم المتحدة ولا الولايات المتحدة من تأثير اللوبي الإيراني، ونحن نعرف أنه وزير الخارجية جون كيري هو صهر للإيرانيين، والإدارة تتوفر على عدد غير قليل من الشخصيات ذات الأصل الإيراني، وهناك قناة سرية إيرانية أمريكية على الأقل منذ 15 عاما، والذي يقرأ الصحافة الأمريكية والذي يتابع خطابات الرئيس أوباما يدرك التأثير أو الأولوية التي تعطيها الإدارة الأمريكية للحلفها لتحالفها مع إيران، ولكن الدور الآن ليس على الولايات المتحدة ولكن على حلفائها الذين يوصفون بالمعتدلين. نعم. أن يحددوا موقفهم، لأن هذا ينال من الأمن القومي
لهذه الدول وينال من الأمن القومي العربي. نعم، إذن أستاذ سليمان ابقى معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر دكتور محمد المسفر. مرحبا دكتور محمد، وأنقل لك النقطة التي كنا نتحدث عنها عن دور الأمم المتحدة وتحولها من جهة تنفيذية لقرارات مجلس الأمن إلى جهة وسيط محايد، ما تعليقك؟ مع الأسف الشديد الأمم المتحدة فقدت كل دورها وفقدت كل مصداقيتها، بدليل بأنها لا تستطيع أن تنفذ أي قرار من قراراتها سواء على مستوى الجمعية العامة أو على مستوى مجلس الأمن أو على مستوى منظمة حقوق الإنسان على الإطلاق. رأينا ذلك في مناطق كثيرة من العالم، في قضية فلسطين، في قضية غزة، في قضية قضايا أخرى من عالم في عالمنا العربي، ناهيك عن العالم الذي يعني الأمم المتحدة متورطة في عملية فساد كبرى في أفريقيا، ولا داعي للحديث في ذلك لأنه خارج موضوعنا. أنا أقول أن الأمم المتحدة ليست محايدة على الإطلاق، وإنما أعتقد أنها تسير في بموجب تعليمات من بعض الدول الكبرى، وأخص على وجه التحديد الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية. وبالتالي نقول أنها في شأن اليمن هي غضت الطرف عن كل القضايا الدولية، عن كل القضايا في الوطن العربي، عن كل الجرائم التي ترتكب من قبل روسيا الاتحادية، من قبل الولايات المتحدة، من قبل الدول الغربية كلهم في العراق وفي سوريا كما اقترفوه من سنة 2003 حتى الآن. وبالتالي الآن تركز على أساس قضايا يعني لا تبلغ من خطورتها ما تبلغه ما هو قائم الآن في بلاد الشام، في سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي أماكن أخرى من الدنيا. هذه الأمم المتحدة أستطيع أقول بأنها في وجود الأمين العام الموجود من كوريا الجنوبية الآن قد ارتهن رهينة لتعليمات واشنطن وموسكو. نعم أستاذ محمد، تنامي النفوذ الإيراني داخل المؤسسات الدولية وتراجع دور التحالف فيها، ألا يشير إلى وجود خلل داخل دول التحالف وطريقة تعاملها مع هذه الجهات والمؤسسات؟ أنا أعتقد أن دول التحالف تباطأت كثيرا وما زالت تتباطأ كثيرا، وبالتالي بدأت الاختراقات تأتيها من كل مكان، وحتى في صفوف القوى الاتحادية هذه التي الآن مشتركة في اليمن. ورأينا الآن الخلافات هي على السطح، لم تعد سرا كما تتنقلها وسائل الإعلام، ولكني أقول أن ذلك هو يشكل خطورة على دول مجلس التعاون على قوة التحالف شخصيا، وأن هذه الدول المستهدفة الآن لامتصاص أموالها وخيراتها وتفريق صفوفها وبث الفرقة والكراهية فيما بين قياداتها. ومع الأسف الشديد أن هناك أذن تسمع لهذا كله بين أوساط الإدارة السياسية في قوة التحالف. نقول بأن قوة إيران ليست بتلك القوة التي لا تقهر، ليست بتلك القوة والعبقرية السياسية على الإطلاق التي استطاعت أن تؤلب الدول الكبرى، لكن لها استطاعت أن تشغل لوبي، لها قادر أن يفعل ما يفعله في أوروبا بناء على البرلمان الأوروبي والذي أصدر قراراته، بناء على الكونغرس الأمريكي والذي أصدر قراراته، بناء على ما يقوله أيضا البرلمان الألماني في شأن تركيا. هناك دور كبير تقوم به منظمات المجتمع المدني الإيرانية مع مجتمع مدني أوروبي مع قيادات حزبية في هذه المجتمعات، رغم أننا قادرون جميعا الدول، أنا أقصد دول مجلس التعاون التي هي الجزء الأكبر من قوى التحالف، قادرة أن تستخدم كل قواها وبيدها كل القوى، كل شركات البترول الموجودة، كل شركات الغاز الموجودة العالمية متواجدة. كل هذه الشركات تخسر اليوم إذا لم تكون متحدة هذه المنطقة، وبالتالي لم نفعل دورنا على الإطلاق في أوروبا وتركنا الأمر على أننا نكون متصيدين لفرص هنا أو هناك. وبالتالي أنا أقول أن الهجمة علينا كبيرة جدا. وصلت الفكرة بهذا الخصوص دكتور محمد. نعود لموضوع الحلقة، إدراك الأمم المتحدة للتحالف
التحالف العربي بقيادة المملكة ضمن القائمة السوداء من حيث الانتهاكات تزامن مع زيارة رئيس وفد الحوثيين إلى الرياض. ماذا نقرأ في هذه المواقف والتحركات؟ كيف نستطيع أن نفهم ذلك التزامن؟ هذا هو واضح الآن، واضح أن هذه المنطقة مستهدفة بالتفتيت، واضح أن هذه المنطقة مستهدفة بأن يفرض عليها ما يراد أن تنفذه وليس برغبة إرادتها. نعم. واضح كل ما يجري الآن والاتهامات الموجودة على حقوق الإنسان وعلى الانتهاكات. طيب يا سيدتي، إذا كان كذلك فماذا تقول، ماذا يفعل الحوثيون وهم نرى صور الأطفال على وهم يحملون البنادق الرشاشة الذي لا يستطيع حملها أحيانا، ونراهم يستعرضون بالصور بأنهم متواجدين، نرى أن مجموع الملاجئ الذي ألقت القبض عليهم السلطة الرسمية في اليمن بقيادة هادي منصور، نرى أن الملاجئ المملوءة بهؤلاء الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن 15 سنة و 14 سنة، ونراهم في مدارس حضانة جديدة الآن تقيمها الدولة لتنبعث عنهم حمل السلاح. لم تقل الأمم المتحدة رغم أن مراقبيها متواجدين على الأرض إلا أنها لا تذكر ذلك، وتتهم قوة التحالف بأنها يعني تعتبر بتجنيد وقتل الأطفال، بينما من يقتل في تعز، من يقتل في كل محافظات اليمن اليوم أليس هم الحوثيين وعلي عبد الله صالح؟ وهم يقتلون بلا تمييز قرى ومدن ومدارس ومساجد ومستشفيات وحضانات، وتمنع الغذاء والحصار، واستخدمت يعني معركة التجويع أو حرب التجويع على المناطق. أليس ذلك يشكل جريمة كبرى وصمة عار للأمم المتحدة الذي الآن تريد أن تهرب من مسؤوليتها؟ نعم. لتوزع الاتهامات على غير حق وحق. ما الذي يفعله محمد عبد السلام في الرياض؟ أنا لا أعرف ماذا يفعل عبد السلام في الرياض، ولا أعرف ماذا يفعلون في الرياض، ولا أنه ذهب لإنقاذ التفاهمات التي حصلت. يقول أنه ذهب لإنقاذ التفاهمات التي حصلت. ما هي هذه التفاهمات؟ لا أعتقد أن هناك تفاهمات. إذا كان بين اليمنيين فليس هناك تفاهمات حتى الآن. نعم. وهناك مع الأسف يعني أن هناك حوار بين من سرق السلطة وسرق الدولة وبين أصحاب الحق الشرعيين، فكيف يكون الحوار ووسيط الأمم المتحدة أن يكون بين من سرق الدولة بكامل مهامها بما في ذلك البنك المركزي، وبالتالي نجي إلى السلطة الرسمية أو السلطة الشرعية التي هي معينة رسمية من قبل تراضي شعب اليمن، وبالتالي نقول تعالوا نتفاوض في هذا. أنا أعتقد أن هناك سوء فهم في الأمم المتحدة وعلى رأسها الممثل للأمم المتحدة محمد، دعني أنقل ومن قبله غيره. أيوة. إذن دكتور محمد، دعني أنقل السؤال إلى الأستاذ سليمان العقيلي في الرياض. أستاذ سليمان، ما الذي يفعله محمد عبد السلام في الرياض بالتزامن مع إدراج التحالف في القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة؟ هو يقول حسب تصريحاته أنه ذهب لإنقاذ التفاهمات الأخيرة التي حدثت بين الحوثي والسعودية بطريقة مباشرة. ما الذي يفعله محمد عبد السلام الآن في الرياض؟ في الواقع أنه أنا لا أعتقد أنه هناك علاقة بين التصرف الأمم المتحدة تجاه التحالف وبين زيارة محمد عبد السلام إذا كانت حقيقية وصحيحة، ولأنه لم يعني يصدر شيء رسمي من الرياض و تضاربت الأنباء عن حقيقة هذه الزيارة، ولكن الرياض بالفعل فتحت اتصالات جانبية مع الحوثيين، ونجحت هذه الاتصالات في تهدئة على الحدود وفي يعني ترسيخ إجراءات الثقة بين الحوثيين والحكومة الشرعية وكذلك التحالف العربي، ومهدت للمشاورات في الكويت. ولكن الهدنة الحدودية يبدو أنها انهارت في الأيام الأخيرة بسبب تهور الحوثيين
وقصفهم للمدن السعودية. نعم أستاذ سلمان، عفوا نعم على المقاطعة، ولكن الوقت داهمنا وهنالك سؤال أخير. هنالك من يرى أن ميليشيا الحوثي والمخلوع تسعى لنقل طاولة التفاوض إلى المملكة بدلا من الكويت، ما هو تعليقك؟ أنا أعتقد أنه الإيرانيين سعوا مبكرا للاتصال بالسعوديين ورغبوا في إبرام اتفاق اقليمي يتعدى حتى اليمن، ولكن جوبه بالصد. فالايرانيون الان فيما يبدو لي كمراقب سياسي ان الايرانيين يحاولون عبر الحوثيين التواصل مع الرياض لتمهيدا لتسويه اقليميه وليست في اتصالات بالوكاله عن ايران. واعتقد انه الايرانيين يريدون ذلك بعد فشل الاتصال المباشر حتى على مستوى الحج والاتصالات الدينيه. نعم، إذا أستاذ سليمان العقلي الكاتب والمحلل السعودي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نعود إلى دكتور محمد المسفر. دكتور محمد، وهذا كلام أنت قد ذكرته كنت سابقا، أن التوصل لعدم التوصل لحلول غير عادلة في اليمن من شأنه نقل المعركة إلى مناطق أخرى لن تتوقف إلا بوصول المعركة لداخل دول الخليج. وها نحن الآن بعد شهرين من التفاوض، هنالك أطراف تريد التوصل إلى حلول غير عادلة، تعليقك؟ سيدتي، من الملاحظة لما يجري على الساحة الدولية، ونبدأ من واشنطن. الأمم المتحدة أصدرت بيانها باتهام قوة التحالف، وقوة التحالف القائد المعروف لهذا قوة التحالف هو المملكة العربية السعودية، وذلك يقال في كل وسائل الإعلام العربية ودول مجلس التعاون. هذا اتهام. الاتهام الثاني الذي صدر من الكونغرس الأمريكي بالنسبة لما يسمى بالتشريع القانوني الذي يعطي حق للمداعاة أو لمحاكمة السعوديين على ما جرى في شهر في تسعة من شهر تسعة من معركة أو ما يسمى بمشكلة أو تدمير مركز التجارة العالمي في نيويورك. الأمر الآخر أنه صدور الآن البيان من المجتمع الدولي، من البرلمان الأوروبي، يتهم فيه الدول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية في هذا الموقف. الأمر الثالث في هذا، وهو الهام جدا، أن الوزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بيان في الأسبوع الماضي تقول بأن الحوثيين ليسوا حركة إرهابية. إذا كانت هي تصنف كل الحركات الإرهابية المطالبة للحرية والاستقلال والديمقراطية وبناء مستقبل سياسي يقبله الشعب السوري في هذا المجال، وتقول بأنها حركات إرهابية، بينما تقول أن الحوثيين لا يمثلون حركة إرهابية، بينما هم سطوا على كل مؤسسات الدولة واستطاعوا أن يحتجزوا رئيس الدولة لو لم تساعده قوى للخروج من الاعتقال، ورئيس وزرائه أيضا من قبله السيد بحاح، ومن بعده وزير الدفاع. نعم. وإلى آخره مجموعة من الوزراء، ما زالوا مجموعة من المعتقلين. هذه كلها الدلائل تشير إلى أن هناك شيء، أمر يحبك ضد هذه المنطقة. نعم. وعلى ذلك أناشد من هذا المنبر بأنه لابد من الإسراع في إنجاز عملية سياسية بدحر الحوثيين وعلي عبد الله صالح، والعودة إلى ما كان عليه العهد قبل دخولهم إلى صنعاء محتلين بقوة السلاح كل أرجاء اليمن. وعلى ذلك أقول نحن في سباق مع الزمن، في سباق مع العالم. اقترب الرئيس الأمريكي من نهايته، ويقترب رئيس آخر قد يكون أكثر شراسة من ما قبله، وبالتالي نقول لابد من إنجاز العمل الحقيقي في عودة السلطة الشرعية بكامل قوتها، ودحر هؤلاء الباغين على السلطة إلى المكان الحقيقي لهم، وفي نفس الشيء بنزع كل إمكانيات التسلح والميليشيات المتواجدة في اليمن على تراب اليمن. من أجل يمن مستقل حر
بعيد عن كل وللشعب اليمني حقه في اختيار حريته وفي اختيار نظام حكمه الذي يريده. نعم. وفي اختيار شكرا. قيادته التي يريد أن نعم. تقود في ذلك، وإلا سنكون جميعا في الستة الأشهر القادمة في موقف لا نحصد عليه جميعا. محمد المسفر، الدكتور محمد المسفر، شكرا جزيلا لك، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر، جزيل الشكر لك. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي حلقتنا من زوايا الحدث، وننوه إلى أننا سنتوقف عن بث البرنامج خلال شهر رمضان المبارك إلى أن نلقاكم بعد عيد الفطر. بهذه لا استعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي محمد العمراني مسؤول الرصد والتواصل في الوفد الحكومي لمشاورات الكويت، وكان معي أستاذ سليمان العقلي كاتب ومحلل سعودي، وكان معي محمد المسفر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر. بالأخير هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من زميلاي من الإعداد محمد القاسم ومن التنسيق عمر النهبي. نلقاكم بعد شهر رمضان المبارك، إلى اللقاء.